الاهلي فاز على الرجاء وتاهل من كازابلانكا، فاز ذهابا في القاهره، تعادل سلبيا في المغرب. ولكن كانت المفاجاه في فلسفه كولر في هذه المباراه والطريقه الدفاعيه والتنظيم الدفاعي. تعليقك على المباراه واحداثها واجواها وطريقه لعب كولر. بص سريع يا محمد، انا عاجبني اسلوب التاهل. اسلوب التاهل مهم جدا جدا نحط تحت اسلوب التاهل دي خطوط عديده. ليه؟ لان افريقيا هي ليها كريتيريا وليها طريقه معينه للمكسب. ان انت توصل بفريقك بكل امانه لقمه المستوى الثابت ان اللي بتلعب بيه على ارضك وبره ارضك. الفريق الوحيد في افريقيا واصل له في الوقت الحالي للمستوى ده سان داونز بكل امانه. سان داونز اللي يتابع مباراه سان داونز من دور المجموعات لغايه ما وصلوا لمباراه الوداد وهيلعبوهم في السيمي فاينل، هتلاقي كل مباريات سان داونز داخل بريتوريا او خارج بريتوريا بيلعبوا بنفس السيستم وبيجبروا المنافس على السيستم ده. صح. الفريق اسلوبه بكل امانه متشابه، وشفناه بيكسب الاهلي في بريتوريا 5، بيكسب في الجزائر 4، متاخر في مباراه العوده ب1-0 وبيلعب بكام لاعب من البدلاء وبيرجع يكسب 2-1. فده بيوريك ان رتم الفريق خلاص هو ماشي في سيكونس واحد. طيب الاسلوب الثاني وهو اسلوب مانويل جوزيه، لو نفتكر كده مانويل جوزيه على فكره عمل الاسلوبين دول 2004 2005. الاهلي مارد يطيح بالجميع يعني ذهابا وايابا على الارض. الفريق الوحيد ساعتها لو تفتكر كسب انيمبا اللي كان لا يقهر على ارضه، كان مستحيل حد يروح لانيمبا في نيجيريا ياخد منهم تعادل. الاهلي كسب انيمبا في نيجيريا ساعتها 1-0. الموسم اللي وراه بدا جوزيه مع ان الفريق طبعا حاجات كتيره بتختلف. الفريق لما انت بتلعب في بطوله انت كسبتها قبلها بسنه واحده الدوافع بتختلف، وكمان اسلوب لعب الفرق قدامك بيختلف، ان هو بيلعبوا البطل. فبدا يلعب بطريقه معينه خارج الارض اللي الناس دلوقتي يعني مستخدمين فيها المصطلح بتاع الكلاحه الكرويه، وهو مصطلح احنا عاملين نقراه على السوشيال ميديا كتير. انا عاجبني المصطلح وعاجبني كمان الاسلوب اللي عمله كولر. قفلت ملعبي، ما خطرتش بان انا العب دفاع ضغط وابين ان انا يعني شمشون افريقيا وان انا اظهر قوه ربما ما كنتش عندي زي ما عملنا بريتوريا. كانت خطا كبير جدا ان انت تضغط على سان داونز بطول الملعب من بدايه المباراه. لعبت زون ديفين بشكل كويس، لعبت هجمات مرتده، كان ليك رجل الجزاء 100% صحيحه لمحمود كهربا في الشوط الاول ما اتحسبتش. كان واضح جدا التحجيم الحكم الليبي اللي واضح ان هو يعني قدراته وخبراته 33 سنه لسه صغير. صغير يا محمد. انك تدي مباراه اياب اهلي ورجاء في المغرب لحكم عنده 33 سنه، ده في لعيبه هقول لك كده، في لعيبه في الملعب ممكن كانت تبقى اكبر منه. فاهم قصدي؟ فالموضوع لا موضوع صعب، موضوع صعب جدا. والراجل فعلا كان واضح جدا جدا انه متاثر بالضغط الجماهيري، يعني صعب جدا. يعني عايز اقول لك الناس وهي قاعده قدام التلفزيون تقول لك ايه جمهور رجاء ده مرعب. يا راجل قدام التلفزيون وما بالك انت في الملعب ممتع. ايوه مرعب. انا شايفه ممتع. محمد كان هناك وشايف الدنيا. لا اقصد ايه، بتكلم على بقى اللعيبه المتنافسه، مش بتكلم على اللي بيتفرج على الجمهور. لا اللعيبه داخل الملعب، لا الموضوع في ضغط، فيها ضغوط، في ضغط طبعا، في ضغط على الحكم، في ضغط على الحكام المساعدين، في ضغط شديد. وانت بتاخد قرار في ثانيه، وانس قبل ما تاخد القرار بتلاقي فيه هوب هجوم عليك من هنا ومن هنا وهنا وهنا. الموضوع صعب. فانت محتاج في المباريات نوعيه المباريات دي محتاج شخصيه حكم قوي وثابت وما يتاثرش. مش يعني هيجي لك حكام كبار تاني خلاص. تمام. هو الصف الثاني هو اللي طالع بقى دلوقتي موجود على المسرح هو اللي بيقود. اوكي. لا صعب في ظل هذه الظروف وبيتحسب عليك ركله الجزاء في نهايه الشوط الاول فعلا توقيتها قاتل قاتل وبتضيع وبتاع. وطبعا بعد بالامانه انا في وجهه نظري المباراه انتهت تماما بعد اللعبه دي، بعد ضياع ضربه الجزاء. واضح جدا ان احنا زي ما تفتكر في حلقه مباراه الذهاب احنا اتكلمنا على مستوى بدني لعيبه الرجاء، وان هم من الانديه دلوقتي بيلعبوا شوط واحد بدنيا ما بيستحملوش ان هم يلعبوا اكتر من شوطين لانه ادائهم البدني. وحتى كمان دكه البدلاء في الرجاء منذر كوباير ما كانش عنده اوراق يلعب بيها. كل البدلاء اللي نزلوا الشوط الثاني ما كانوش على نفس مستوى اللعيبه اللي لعبت. هو رمى كل القوه الضربه من اول مباراه لدرجه حتى الصحفيين المغاربه بيقول لك ايه ليه؟ ده حط كل اللعيبه اللي عندها ميول هجوميه اكتر حتى في نص هو الملعب. هو غامر وطبعا عايز حاجه برده، هو امر منطقي ان هو عايز يستغل. هو خلي بالك فعلا انت لو ما جبتش هدف الشوط الاول فعلا الماتش خلص، وكان بيدور على ضربه جزاء. هم اللعيبه كلها وحتى ده اعتقد وصل للحكم. فتاني انا بشوف ان الاسلوب كان ممتاز جدا جدا. كمان خلي بالك عندك اول تغيير عملهم مارسيل كولر، عملهم من التغييرات وطلع محمد هاني وعلي معلول. ده يبين لك ايه؟ ده يبين لك الادوار اللي كانت موكله ليه
الاثنين دول. ومحمد هاني وعلي معلول كانوا فعلا من نجوم اللقاء مع مين بقى؟ مع بيرسي تاو وحسين الشحات. الاربعه دول هم على الخط طلعوا، وده يبين لك ان الخطه الاساسيه النادي الاهلي كان غلق الاطراف قدام الرجاء، وده يبين لك اكتر ان فريق التحليل في الجهاز الفني ارى ماتش الذهاب كويس قوي، ان الرجاء خلاص هيبدا يعتمد على الحتتين دول. ان اعتقد بعد انت ما شلت عمرو السوليه وحطيت مروان عطيه وحمد فتحي وقالي ديانج، انت قفلت نص الملعب غور كريت اعلى، ان عمرو السوليه كان واضح ان هو عنده مشكله في موضوع الركض كتير. فالرجاء فعلا كان بيحاول يختار الجبهات الاطراف النادي الاهلي كتير قوي قوي في الشوط الاول محمد، وما عرفش فشل تمام. فاللعيبه كانت بتلجا بقى لايه؟ لموضوع السقوط داخل منطقه الجزاء بكثره عشان ياخدوا ركله الجزاء، وتحقق لهم اللي هم عايزينه في نهايه الشوط، بس ضاعت الحمد لله. فاللي عايز اقوله ان كولر برضه قدم لنا نسخه جديده من كولر في النوك اوت او بالظبط بالظبط من ساعه ماتش القطن، غير فلسفته. اه طبعا، وكان دايما بيميل للكره الهجوميه واللعب الكره الجماليه، هو كان بيميل ان انا بثبت اسلوب واحد هلعب بيه عشان اعود اللعيبه عليه ايا كان المنافس. اه لا لا، لازم يعرف ان اللي تكسبه العبه، ده مبدا موجود في مصر وموجود في افريقيا. انت مع برضه مع كامل احترامي، المشروع بتاعك في مصر غير المشروع بتاعك في اوروبا. مشروع في اوروبا بياخد وقت، ما بالك يا اخي مانشستر سيتي صبروا على جوارديولا في موضوع دوري اوروبا. يعني دوري اوروبا واحد من التارجتس المحطوطه على جوارديولا من اول ما مضى، صح؟ من اول ما مضى ده التارجت عليك. وصل مره فاينل قدام تشيلسي برده ما كسبش، بس في صبر عليه، في صبر. هنا اوروبا فيها صبر، هنا صعب، هنا ما فيش صبر. هنا لازم الاول تديني بوادر وتديني يعني ايه تامين ان انت تمام معايا، بعد كده ممكن اصبر عليه. يا جوزيه يتصبر عليه ليه؟ انه قدم حاجات كتيره. فكولر انا شايف لا، هو بدا يفهم الكوره كمان في افريقيا غير الدوري. طيب تلعبش هنا زي ما تلعب هنا.